اشتهر النجار عبد الله واللي عمره 64 سنة بصناعة آلة العود، بالرغم من فقدان حاسة السمع وإمكانية النطق. طبعاً اسمه معروف ومميز بمدينة سامراء، يتعنوا له الناس من أقرب المناطق لأبعدها لشراء آلات العود منه. تعلمت النجارة من والدي وأخذتها مهنة إلي، والحمد لله قدرت أنجح بيها وبكل ما يتعلق بيها من تفاصيل مثل الديكورات والقطع الفنية من تراث سامراء. أنا الوحيد بهاي المدينة اللي يشتغل بصناعة آلة العود. عبد الله النجار اشتهر هم بصناعة مختلف أنواع المجسمات، منها المجسمات التاريخية مثل المأذنة الملوية وقصر العاشق وغيرها، واللي تحظى بإقبال من مختلف الأعمار. والدي ورث النجارة بن عجد، وأضاف للنجارة المواهب أنه يصنع السيارات والتحف الفنية مثل الملوية أو العود أو حتى العدد الأدوية اللي عندنا في المحل. ناشطين دعوا الجهات الحكومية للاهتمام بمثل هذه المواهب من خلال دعم منتجاتهم وتقديم المساعدة لهم لتطوير مهاراتهم. واحدة من عشرات أو مئات المواهب المندثرة في مدينة سامراء النامية التي لا توجد لها دعم من قبل الحكومة. نطلب من الحكومة أنه تدرج هذا الموضوع. عبد الله عبد الفتاح قصة إصرار وإرادة بدت من سنوات طويلة، ولا زالت لليوم تبعث برسائلها الإيجابية للآخرين من أجل استغلال مواهبهم وتوظيفها بمكانها الصحيح.